اهلا وسهلا ومرحبا بكم في الشات بتاعي. حبيت نشكركم وحبيت نقول لكم بارك الله فيكم انكم دخلتوا للشات بتاعي وبعثتوا لي كومنتات. ياسر ياسر كومنتاتكم حلوين. اول ما نبدا بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. ربي يبارك لكم وربي يخليكم ليا وبارك الله فيكم. اليوم بطبيعه مازلت في مستير، مازالت الروتينات بطبيعة متواصلة، لأن بطبيعة مش كامل من ناحية البلاستيك متاع الموبل اللي بقالي. وهاكم معايا هكا باش تشاركوني وتعطوني أفكار، وبطبيعتي باش نوريكم الموبل اللي شريته ونوريكم الصالة متاعي، خاطر هكا باش تعطوني أفكار مزيدة. خاطر خديت صالة وصالة أخرى مازلت ما خديت لهاش الكنبي، دونك خديت لها الموبل اما الكنبي مازال. هذاك علاش حبيت ناخذ افكار من عندكم وهكا نشوف نقارن شنو الافكار نتاعكم. دونك لهنا باش نبدا نحي في البلاستيك نتاع الموبل اللي بقى ببلاستيكو. عندي موبل نتاع شوسير لهنا باش نبدا نحي في البلاستيك نتاعو، وعندي بالطبيعه طاوله تاع الفطور، بيت الفطور في الصاله باش نحي لها البلاستيك. حاسين هكا معايا هكا وشاركوني الفيديو نتاعي. نبدو على بركة. كما تشوفوا خذيتها معها 6 كراسي، فما كراسي نوار وفما كراسي بيج. انا خذيتها كبيج ومعها الموبل هذا، قالوا مازال ديجا برجلي بالبلاستيك. هذا المدخل نتاع الدار، غادي تبيع الموبل نتاع الشوسير هنا، هذه الكومود هذه نتاع تابع الطاوله بيت الفطور، وفي الشيره هذه هذاك المدخل. هنا عندي موبل نتاع التلفزه، هذايا الموبل اللي خديته نتاع التلفزه، حاطه فيه الماعون كما تشوفوا. هني باش نوريكم بالتفاصيل، انا حاطه فيه ماعون دي كريستال هنا الكل يهز بالباهي. وبالنسبه رغم السنين مرزين الكاليتي طياره، عندي التحف هذوما البنات راني خديتهم من المعرض نتاع سوسه برومو. هذيا موزايك خديتهم الكعبه على 100 دينار، خديت كعبتين، خديت هذي، خديت كعبه. انا حبيتهم يكونوا كيف كيف لكن لقيتهم ديفيرون، وليت خديت خاطر السوم هذاك ما تلقاهوش بالنسبه للبري والموزايك، راك ما تلقاش السوم هذاك. كبار هما طوال وكبار ومحليهم. هذه بالنسبه للصاله الاولى اللي انا مازلت ما شدتلهاش الكنابي. شوف بالطبيعه الريدو نتاعها عندها لهنا، عندي الريدو اللي انا بطبيعتي هزيتو خاصه باش نمسح الصاله. هذه الريدو كيف تابع الريدو نتاع بيت النوم نتاع بيت الصغار، وزيد ريدو الصاله باش نوريه لكم الاخرى. هذوما كلهم بمليون و700 مع بالطبيعة مع القصب نتاعهم كلهم طلعوني ب1700. هذه بالنسبة للصالة مازلت مش ناخذها الصالة، يعني صالة نتاع كل يوم مش ناخذ صالة لهنا.
وصلنا لورا، عاد باش نوريه لكم البنات هكا شوفوها واعطوا لي فيها رايكم. هذه البنات الصالة الثانية، هذه البنات الصالة الثانية، هذه نتاع ديزانفيتي مثلا كي يجيك ضيف ولا حاجة خلي هذه الصالة. هذه الكنابي معناتها كوير فري كوير وانتي تاش، معناتها كي اي حاجة تطيح عليها راهي تتنحى تنظفها بشوليقة، حتى شوليقة نتاع بالماء راهي في ساعة تنظف. انا حبيت نوريكم، انا خديت لي موزايك هذوكما التحاف هذوكما اللي خديتهم ب 100 دينار، خديت معاهم ثلاثة طواول هذوما من الكبيرة للصغيرة ب 150 دينار برومو زادا من المعرض نتاع سوسة، فهمتوا؟ الكنبية هذاك زادا كومونديتها من معرض نتاع سوسة، هي برومو معناتها 50% ريسك 4 ملايين متكلفة عليا الكنبية. فما ديك نتاع ثلاثة بلايص وهذه نتاع بلاستين. خذيت لها الموبل هذا، ريتوه الموبل هذايا يبان لكم صغير لكن هو كبير. راهو البنات هذوما تحف خذيتهم، خذيهم راجلي من المولد نتاع القروان، المولد نتاع القروان خذيت تحف هذوما. عطا نوريكم التحف الاخرين. هذا الريدو البنات، شفتوه الريدو؟ هذا الريدو زاد كما الاخرين مطلعت وطلعها، وهذوما التحف نتاع المولد ريتوهم البنات. هذوما خذاهم راجلي اسنام المولد نتاع القروان، ياسر وقتها طيحوا فيهم في النهار الثاني نتاع المولد. كي تمشوا النهار الاول راهو يبدا تبدا غاليه، اما كي تمشوا النهار الثاني باش تاخذوا، خذوا النهار الثاني في المولد التحف خاطر تبدا طايحه برسك 70%. هذيك ما ياخذها برومو. وخذي لي هذوما حط فيهم حاجه، خذي كعبتين هذوما البنات نتاع الريدو، يشدوا الريدو حطيتهم هنا غادي خاطر باش نبدا نمسح. والطبي هذه راني خذيتها ب 320، انا خذيتها البيت النوم كي لقيت الصاله ديجا خذيتها في البيج، وليت تطلع صورتي على الصاله وليت حطيتها لهنا. وبيت النوم حطيت لها الطابي الكبيره هذيك، هي نورمالمون الطابي الكبيره نتاع الصاله، وليت حطيت الاخرى الكبيره جات احلى في بيت النوم، وهذه جات زاده هنا طالعه الصاله خير. هذه بالنسبه للصاله نتاعي ريتوها البنات، عملت لها اللون لهنا في الجري فونسي هانو، والفوق كيف كيف، اما مش كلها جري معناتها بارتي واحده اللي باش نحط فيها التلفزه. هنا هاني لونها في الكريم ريتو، عندي الاسباس هذايا هاني باش نشوف له بالطبيعه، نشوف له يعني كنابي باش نحطها فيها. مازلت طواني مش نمشي نلوج معناتها من الاول، هاني خاطر قاعده نسيق وننظف باش من بعد نفضى نمشي نشوف الديفيرون تاع لي كنابي والكولاريت، خاطر نورمالمون كيما تراو الريدو كيفاش. شفتوا لون الريدو كيفاش البنات؟ او الريدو كيفاش هذا، يلزمني كنابي تكون كلير، ما نحبش الكنابيات الغامقه ياسر. دونك هذه بيت البنات زايده تاع ضيفين مثلا تجي الوالده ولا حماتي، انا حاطه فيها ديجا حاليا، انا حاطه فيها لي فاليز، وخذيت معايا الريدو هذيك. ومش ناخذ زوز فروشات لهنا ببلاصه، المره هذه ان شاء الله باش ناخذ زوز فروشات كان نكتب كان حيي باش نحطهم هنا، خاطر عندي لنا ارموار في الحيط. دوك باش ناخذ زوز فروشات باش اللي يجي بحذايا حماتي ولا امه ولا اختي، انو على الاقل طب حذايا ما كي يبدا مثلا فامي نطلعها للدار الفوق تو نصورها لكم زيدا. هذايا بالنسبه للبيت هذه، تو ان شاء الله نصور لكم بيت صغار، تو نتعدوا على بركه الله نمشوا مش نمسح الصالة. كملت نحيتك البلاستيك هذاك، البلكون ياسر معبي بالكريدن والبلاستيك، يلزمني العشية نهز نلوحهم. دونك هاك نكون الروتين تاعي كملت معاكم، ان شاء الله نهبط لكم فيديو كل مرة هكا يحفزكم شوية. صحيح الطقس ياسر سخون 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 بطريقة غير عادية، انا قمت على الصباح بكري تصوروا انتم فما ازمة خبز زادة، فزيت على صباح بكري يلزمك تكون الستة قدام الحانوت باش تشوف
شفت تشري خبز، معناتها تصوروا مرات نمشي ما نلقاش خبز، ما تخلطش، مش ما تلقاش، يهبط لك الخبز وما تخلطش باش تاخذ خبزه. الحمد لله على كل شيء، لما هلا الازمه وتتعدى فتره وتتعدى. دونك هكا كملت معكم الروتين نتاعي. توا ما بقى لي كان نقول لكم الى اللقاء، ما تنسوش تشتركوا في القناه تدعموني، وما تنسوش البنات رايك الكلام الحلو نتاعكم راهو هو اللي حفزني هكا ونكمل نهبط لكم برشا فيديوهات ان شاء الله. تو نهبط لكم منين شريت الموبل بالضبط، خاطر هو بصراحه اللي البلاصه اللي خديت منها الموبل في ترك سوسة بين مستير وسوسة، ياسر ياسر موبل الخامات والكاليتي ومعناتها، ويجيبوا لكم الموبل حتى للدار ويركبوه لكم، وتنجموا ما تخلصوش سور بلاس مثلا غادي في الشارع منين خديت انت الموبل، غادي تخلصوا بعد ما يركب لك هو الموبل هنا، تخلصوا انت في فلوسه وبالفاتورات، والموبل راهو امبالي بالكدا وشوكيكا، يعني يجيكم الموبل له مكسر لحد شيء، يجيكم الموبل مريقل، والبري راهو طياره خاطر هو يعمل من الصيف كان من الصيف للصيف، هو يعمل الاسوام هذايا 50% اسوام خياليه بصراحه. باش نرجع له انا نشوفه على فروشيت تاعك البيت هذيك، نحب ناخذ زوج فروشيت ببلاصه ونشوف شنو عنده حاجات جديده هكا، وهاك تشوفوا انا نشرشي على كنبي نشوف شنو ما فهميش، خاطر ديما اختياري صعيب شويه في الحاجات. دونك شكون ان شاء الله ما نكونش هكايا، نكون خفيف الدل عليكم.